طيب نروح نشوف التقرير ده، تقرير معانا عن مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصرية لرعاية الأبطال الرياضيين بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحي، وهيتم إنشاء صندوق دعم كبير علشان رعاية الرياضيين وأيضا كمان منتخبات الناشئين. نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفي الكابتن عمرو الحلواني. احنا النهارده بنعلن مع اتحاد الكوره ومع مجموعه شركات اورا لدعم المنتخبات المصريه للناشئين. هذا الدعم طبعا هيكون ليه مجلس امناء، مجلس امناء بيدير محفظه ماليه ب 250 مليون جنيه على 12 سنه، لكن ده الحد الادنى قابله للزياده لتمويل هذا الدعم. الهدف منه هو استدامه المنتخبات وتطويرها. طبعا الاتحاد المصري بيكون له رؤيته واستراتيجيته وتمويله، لكن تميز هذا التمويل وتميز هذا العمل لازم يكون منطلق من طريقه تفكير مختلفه، ده اللي احنا بنعمله. واستدامه الاداء 12 سنه هيكون في دعم للمنتخبات المصريه في قطاعات في 2005 و2007 و2008 و2009. الحقيقه كل ما كان هناك العديد من المنتخبات، كل ما كان هناك استمراريه الاداء والتفوق. احنا المنتخب الحالي هيكمل لغايه 2026 اللي هي كاس العالم القادم، هيكون جيل يعني تقريبا خلاص المنحنى السني بتاعه، لازم يكون في قطاعات مختلفه يعني بعده من الاعمار السنيه، ويتم التاكد على ادائها وتطويرها لاستدامه التطوير. لازم يكون هناك مشروع لتطوير كره القدم المصريه. المبادره اساسا كانت في شكل مبادره ماديه ومشاركه مجتمعيه ماديه عن طريق شركه مع وزاره الشباب والرياضه. الهدف منها يعني تدعيم الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير المنتخبات اللي جاية في 2005 و2007 و2008 و2009. أنا بشكر طبعا سيادة الوزير وعلى دعمه الدائم للاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري هو معني باختيارات أجهزته الفنية، وهو معني باختياراته اللاعبين، لكن وضع خطة في الفترة اللي جاية ان احنا ازاي هنطور كرة القدم او نطور ازاي منتخباتنا في الفترة اللي جاية، هو ده اللي كان اساس في المبادرة اساسا. اتمنى برضو كمان يبقى زي ما في مبادرة مجتمعية حاليا دلوقتي مادية، نتمنى كمان يكون في مبادرة مجتمعية اعلامية اللي فعلا، لان الاتحاد المصري لكرة القدم محتاج ولاعبين المنتخبات محتاجين في الفترة اللي جاية الدعم الاعلامي ان شاء الله. انت بتدعم منتخبات الناشئين، بس بعد كده هتجني الصمام ان هم دول هيبقوا، هم دول المنتخب الاول، هو ده اللي هيبقى منتخب الامه. فبالتالي ده دعم مادي. في ناس اتكلمت على انه رقم مش كبير، ولكن احنا فاتحين الباب، اهلا وسهلا باي حد حابب ان هو يدخل معانا في المبادره ويدخل معانا في الصندوق ويدعم المنتخبات من خلال ان احنا بنوجد معسكرات جيده للاعبين، ان احنا بنقعد مع بنختار او الاتحاد بيختار اجهزه فنيه على اعلى مستوى علشان تكون تليق باسم ومكانه منتخب مصر، وده شرحه اعتقد الاستاذ جمال علام ومعالي الوزير، ان احنا بندعم ان احنا نقدر يبقى في معسكرات جيده، يبقى في مباريات على اعلى مستوى، يبقى في اجهزه فنيه بيدفع لها مرتبات كويسه، كل ده علشان نقدر نرجع تاني نبقى متواجدين باذن الله على الساحه الافريقيه زي ما كنا قبل كده. احنا حققنا بطوله افريقيا 2013، وصلنا لكاس العالم قبل كده، حققنا ثالث كاس العالم او برونزيه كاس العالم. اقصد ان كان لو كلنا نفتكر ان جيل الكابتن حسن شحاته كان حوالي 50 60% منه هو منتخب مصر 2006 و2008 و2010 الجيل ده، فاحنا عايزين يبقى عندنا الاجيال دي اللي هو اللي احنا نشتغل عليها، يبقى هي الاجيال دي اللي تمثل منتخب مصر بعد كده. سعداء جدا بالمبادره دي، لانها طبعا هي تخدم المنتخبات الوطنيه كلها وقطاع الناشئين فيها بالذات، او منتخبات الناشئين والناشئات. خلينا نتكلم بشكل واضح وفير ان دلوقتي منتخباتنا سواء كانت سيدات او رجال فهي محتاجه دعم قوي جدا منذ البدايه ومنذ الصغر. علشان نلاقي منتخب اول قوي لازم يبقى عندنا منتخب ناشئين قوي، وده مش هيتم غير فعلا بالمبادره دي من خلال بروتوكول التعاون اللي هيتم بين وزاره الشباب والرياضه ممثله في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وكمان الاتحاد المصري لكره القدم المنوط باللعبه ممثل في رئيس الاتحاد الدكتور استاذ جمال علام، وكمان شركه اورا من خلال المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي ليها الاستاذ هيثم عبد العظيم. اللي انا شايفاها فكره رائعه جدا، وهو دعم المنتخبات الوطنيه، المنتخبات الناشئين سن صغير من بدايه يوفر لهم بيئه صحيه ورعايه
من جميع النواحي الفنيه والنفسيه والذهنيه والمهاريه، ان احنا نوفر لهم بيئه كامله ان هو يطلع منها عدد كبير جدا من اللاعبين ومنتخبات اللي يساعدوا في تطوير الكره المصريه. وطبعا اسم منتخب مصر هيحس بده فعلا من وجود لعيبه اكتر من واحد او اكتر من نجم زي محمد صلاح عندنا، يبقى عندنا نجوم كتير جدا من سن صغير يتم الاهتمام بيهم بالشكل اللي يليق باسم اللعيبه المصريين في الخارج زي محمد صلاح وغيرهم. فدي انا شايفها خطوه وبدايه ان شاء الله باذن الله مبشره ان شاء الله باذن الله، نتوقع لها التوفيق باذن الله والنجاح. احنا يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيمثل مصر، بيمثل كل قطاعات الانديه داخل مصر، لان هو ده نهائي افريقيا. الجوله الاولى بدات في القاهره، الجوله الثانيه ان شاء الله هتكون مع الشقيقه في المغرب باذن الله. ربنا يوفقه، لان النادي الاهلي هيكون بعده المنتخب الاولمبي في المغرب، هيكون في مباراه المنتخب الكبير. دي الكره المصريه، ان شاء الله نتمنى التوفيق والعوده بالكاس. انا كمصري قبل ما اكون رئيس اتحاد اتمنى النادي الاهلي طبعا ان شاء الله الفوز، وباذن الله يعني اللاعبين المصريين خصوصا لاعبي النادي الاهلي ان هم قادرين ان شاء الله يحققوا لنا الفوز هناك ان شاء الله ويرجعوا لنا فايزين باذن الله.